مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بفقرة جديدة، وإن شاء الله تكون فقرة جميلة جدا. اسمحوا لي في البداية أعتذر عن تأخر ضيفنا المنشد نظرا لظروف الطريق وكده، وإن شاء الله يكون معنا في الحلقة الجاية بإذن الله الأسبوع القادم. اسمحوا لي دلوقتي أرحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو، الأستاذ محمد الشريف، منسق شركة يات. إزي حضرتك يا أستاذ محمد؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ بحضرتك طيب؟ إزي حضرتك؟ منورنا والله في عز الشباب. شكرا. عايزينك تعرف المشاهدين بنفسك ومجال عملك أو مجال شغلك. مبدئيا كده انا مجال عملي منسق تدريب شركه يات. تمام. شركه يات دي شركه بتضم مجموعه من الكورسات المختلفه في جميع المجالات، اعتبر من اول اللغه، احنا عندنا لغه الانجليش. تمام. مجالات بقى مختلفه زي مثلا البرمجه، زي الشبكات، زي الجرافيك ديزاين. انت كده مش هتكلمنا عن حاجه واحده، انت هتكلمنا عن كورسات متعدده. مجال برمجه، شبكات، في الجرافيك، في كل حاجه. في كل حاجه. يعني شركه متعدده المجالات، يعني بتدي دورات تدريبيه في جميع المجالات. مش حاجة مش مختصرة على حاجة واحدة. لا لا لا. طب ازاي بتقدروا تفيدوا الناس الخارجية، يعني الطلبة الخارجين من الجامعات؟ تمام. بتقدروا تقدموا لهم ايه تفيدهم بيهم في مجال العمل او مجال الشغل؟ مبدئيا كده اي خريج ايا كان الجامعة اللي اتخرج منها، لما بيطلع بيبقى عايز يقوي السي في بتاعه، لان طبعا فترة الدراسة غير الفترة الحياة العملية اللي بتخش فيها، بتحاول بقى تنمي نفسك، فانت بتلجأ للشركات عشان تكون مؤهل لمجال عمل. فتأهل نفسك للمجال اللي انت عايزه. على فكرة مش لازم كل جامعة تطلع تخش في مجال محدد. على فكره في ناس بتبقى مثلا خريج التجاره وتخش في البرمجه عادي جدا، ناس بتبقى خريج التجاره تخش في مجال الهندسه عادي. يعني احنا عندنا ده اللي بيحصل دلوقتي، فبيطور نفسه في مجاله. ناس تحب الجرافيك، ناس بتحب المجالات مثلا زي البرمجه اللي هي حاجات خاصه بالموبايل وكده، ناس بتحب مجال الشبكات، الانترنت سكيورتي عامه. تمام. فبتطور نفسك، وفي ناس بتحب تخش تاخد اللغه، تطور نفسها في اللغه. فاحنا بنساعد الخريج ان هو لما يطلع بيجي عندنا، بنقول له مثلا لو هو بيبقى في عندنا احنا نوعين من العملاء، في عميل محدد وفي عميل غير محدد. العميل المحدد هو العميل اللي جاي عارف هو عايز ايه، جاي انا خريج كذا وعايز اخش كذا. وفي عميل غير محدد جاي طوروني نفسي. فاحنا بنقعد مع العميل غير محدد، تقول له مثلا انت حابب ايه؟ يقول لك مثلا حابب برمجه بس خايف منها، حابب مثلا بتشوف الحاجه المجال اللي قريب منه القريب منه وحبه. طالما انت حبيت الحاجه هتطور نفسك فيها تلقائي. طبعا العميل المحدد بيريحنا، فهو جاي عارف هو عايز ايه، بنساعده ان هو يطور نفسه. بس طب لو واحد جاي لك مثلا في مجال البرمجه، انا حابب مجال البرمجه، خريج مثلا تجاره، خريج اي كان اي كليه، وجاي انا حابب مجال البرمجه ومش عايز اشتغل في مثلا في المجال اللي انا فيه، حابب اشتغل في مجال البرمجه، ايه اللي انت تقدر تقدمه لي او تساعدني فيها اتطور؟ يعني الواحد يطور من نفسه ازاي، او انتوا بتساعدونا ازاي نطور من نفسنا؟ هقول لك زي ما قلت لك من شويه، او العميل المحدد ده اللي جاي وعارف هو عايز ايه، فلما بيجي لي طبعا لازم اعرف هو عنده ايه خلفيه عن البرمجه. طبعا انت اخترت كورس البرمجه، مش عايز اخصص كورس معين، بس هتكلم بس عن البرمجه. هو جاي عايز برمجه، طب انت عارف عن البرمجه؟ في ناس بتبقى جايه عندها خلفيه عن البرمجه، خدتها مثلا في الجامعه، خدت نبذات، لان طبعا البرمجه لغات كتير، لغات من البرمجه. هو مثلا خد لغه او اتنين وعايز يطور نفسه اكتر. في ناس بتبقى جايه عايزه البرمجه بس سمعت عنها بره، بس ما تعرفش اصلا ايه البرمجه، ما عندهاش معلومات عنها. ده غير ده طبعا. لو ده لو كلمنا على العميل اللي عارف يعني ايه برمجه، ده بيريحنا في ايه بقى؟ بيريحنا ان هو خلاص عنده الفكره، فبتدي احنا نطور له الفكره. طبعا العميل اللي مش عنده الفكره بنضطر نقعد نفهمه ان لازم نستارت، احنا عندنا اللغه، لغات البرمجه مثلا زي الجافا والسي شارب وكلام كده، فبنحدد له ابتدي بالاسهل ثم الايه تبتدي تخش فيها، عشان ما تخشش اصلا على الصعب، فالموضوع يتصعب معاك قدام. فاهمني؟ فلو هو بنحدد له اللغه او بنحدد له الستيب الاولانيه، ستيب باي ستيب كده، اللي هو يخش في المجال او الخطوه الاولانيه ويبتدي يطور من نفسه. ده في يعني في حاله معينه. انا بتكلم انت كلمت كبرمجه، فانا كلمت انك كل الكورسات نفس الموضوع. يعني مثلا جاي في الجرافيك مثلا، لازم نعرفه ان هو هيخش مثلا في الجرافيك، هيخش مثلا ستيب باي ستيب برضو، تعرف ايه في الجرافيك عامه. في ناس بتبقى عايز في فوتوشوب، احنا عندنا برامج جرافيك، فوتوشوب، انستريتور، انديزاين، فبنيجي نساله انت هتعرف ايه عن الفوتوشوب؟ تعرف ايه عن انستريتور؟ تعرف ايه عن... طبعا لو هو عميل لسه ما لازم تعرف هو عنده ايه اسئله المعلومات اللي عنده، علشان اقدر ابني عليها او امشي عليها او اطور معاك فيها. تمام. لازم اعرف انت هو ده بقى بيحضر ممكن يكون عنده معلومات خطا. لا ما هو يعني مش على فكره هو المعلومه بيقولها، ما احنا بقى هو بيكون عامل انستراكتور، الانستراكتور بيقول له انت فاهم، لا انت مش فاهم، او اللي انت بتقوله صح او انت بتقوله غلط. طبعا الانستراكتور ما بيقعد معاه في الميتنج اللي بيحصل ما بينهم بيفهم، بيقول له لا انت محتاج فعلا تطور نفسك، او انت لا سيب بقى، عارف انت يقول لك ايه، سيبك من اللي انت خدته بره، ابتدي معاه من الصفر لو انت حسيت المعلومات بتاعته متلخبطه داخله ببعضها. طب يا استاذ محمد، لو انا رايح مثلا جاي لحضرتك الشركه وعايز مثلا انا اطور نفسي في البرمجه، تمام، بس انت من يعني من حوارك معايا واتكلمت معايا وعايز تعرف انا المعلومات اللي عندي قد ايه، يعني اكتشفت ان انا عندي مثلا جرافيك اكتر معلومات وفاهم اكتر، بس انا حابب المجال ده ومش حابب ده، لكن في الجرافيك مثلا عندي اكتر معلومات اكتر،
هو مبدئيا ايه اللي هيخليه يكون عنده معلومات اكتر في الجرافيك مثلا ويخش البرمجه؟ ما انا رايح انا ما يعني انا عادي قصدك ممكن مثلا مجال تعليمه كان جرافيك بس هو حابب يخش البرمجه، مثلا بمشي ورا اللي حبه. اللي حبه طبعا مش اللي هو عنده معلومات عنه او هقول لك فاهم حاجه، عنه او فهم انت في لو انا كتير. طورت لك الجرافيك اكتر ما هو متطور عندك مثلا وانت حابب برمجه، هتلاقي نفسك بتدور برضه على حاجه تطور فيها البرمجه عشان تشتغل فيها، انك انت حبيت حاجه تشتغل فيها، فانا اطور له البرمجه، بس هو لازم يكون عنده استعداد يخش البرمجه. لازم بس ما عندوش استعداد طبعا. لا احنا لازم. لو دخل في حاجه هو مش حاببها عمره ما هيطور نفسه فيها. طب ده اللي هو جاي لك ومحدد هدف بمعنى صح، انا جاي عايز ده ادرس العميل المحدد اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. العميل المحدد المحدد غير المحدد بقى، انا عايزك تشرح لي باختصار كده يعني عن العميل كل دخل، حاجة كده ايه هي. انا كمنسق تقدر تدريب تفيد العميل ازاي. بيجي لي تمام، بيبتدي مثلا يتكلم معايا يقول لي مثلا انا خريج مثلا سي تجاره انجليزي تمام، عايز اطور نفسي، انصحني ايه الكورسات اللي عندك، بشرح له الكورسات اللي عندي، يبتدي يقول لي طب ايه الكورسات اللي ممكن مجالات العمل فيها اكتر في دلوقتي، يعني مثلا في ناس بتخش برمجه زي ما قلت لك، في ناس بتحب الجرافيك، في ناس بتحب الهندسه، في ناس بتحب ال ان اي والان بي اللي هي السكيورتي والنتورك سكيورتي تمام. انا برجع اقول له طيب انت ايه اكتر مجال حابه؟ ده بقى العميل غير محدد، ايه اللي انت حابه؟ يعني مثلا انا حابب مثلا الجرافيك، ابتدي اتكلم معاه في الجرافيك، حابب مثلا الشبكات والحاجات دي، ابتدي اتكلم معاه في الشبكات، حابب اللغه، عايز اطور نفسي في اللغه، ابتدي اتكلم معاه في اللغه. فاهمني؟ ده العميل غير محدد، انما في عميل بيبقى داخل انا خريج هندسه عايز كورس هندسه، انا مثلا خريج تجاره عايز كورس برمجه. دول تقدر تساعدهم ده بس بسهولة. خلاص، ما هو جاي عارف هو عايز ايه. طب انا خريج مثلا ايا كان ايه الكلية اللي انا خريج منها وجاي مثلا عايز اطور نفسي في البرمجة، اول خطوة بتقولي مثلا اتخذها معاك او اول حاجة بتعملوها ايه مع انا البتاع برضو شايف انك البرمجة؟ محدد نفسك في البرمجه، ماشي هتكلم برضو في البرمجه، بس هقول لك حاجه، هو ليه بقى عامه يعني كل البرمجة؟ انا الكورسات، شايف ان البرمجة هو اللي عليه طلب دلوقتي، هو المطلوب في مجال لا العمل. والله ليه انا بقى؟ عايز اقول لك حاجه بالعكس، طب ما الجرافيك مطلوب جدا على فكره، الجرافيك داخل في كل حاجه دلوقتي. حتى السوشيال ميديا اللي احنا فيها دلوقتي، احنا عندنا كورس اسمه ايموشن جرافيك تمام، ايموشن جرافيك ده اصلا في 4 دي، في افتر افكت، في يعني في حاجات احنا اصلا شغالين فيها في الميديا، يعني ممكن زمايلنا في الاعداد يكونوا فاهمين حاجه زي كده تمام. فده مطلوب جدا في مجال كل الحاجات دلوقتي، حتى الاعلانات اللي في الشارع ما كل ده جرافيك، كل ده جرافيك، بس احنا في جرافيك ديزاين فاهمني، فاحنا بنخش في مجال، وفي ويب ديزاين وده برضه جوه الجرافيك. الويب ديزاين ده اصلا انك انت ازاي تعمل اعلان تمام على الويب سايت، زي مثلا الفيسبوك، زي مثلا تويتر، زي انستجرام، طب ما ده كله جرافيك. في ناس بتخش البرمجه اللي هي خاصه بالكمبيوتر، يعني مثلا اندرويد، اي او اس اللي هو الايفون، ده برمجه، في لغات برمجه، عايز مثلا تيجي للشبكات ال ان اي وال ان بي، الحاجات دي اصلا بتتكلم، يعني مثلا لو دخلنا مثلا في قسم الشبكات، مش عايز بس اخش في معلومات شويه عشان برضه لا يبقى الموضوع باختصار اشرح ابسط. لنا بس. يعني بس انت مثلا بتتكلم في الشبكات ان انت راوتر وسويتش اللي هو اللي عندنا في البيت، انت ازاي النت يجي لك لحد البيت ويكون بيساعدك انك يقول لك عندك النت، الراوتر والسويتش، ده باختصار تمام. فمثلا لو كان مثلا في كورسات تانية مثلا زي طب الشبكات مجالها ايه؟ طيب يعني بتقدر تطور من واحد في الشبكات ازاي؟ بص لك حاجه، موضوع الشبكات ده في ناس بتجيلنا ما بيكونش عندها اي خلفيه عن الشبكات، ميزه الكورسات عندنا انها بتساعدك من اول زي ما بيقولوا من الصفر تقدر تطور نفسك. العميل اللي جاي مطور نفسه شويه بيبتدي يخش في ليفلات اعلى شويه فاهمني، بيعدي مرحله، في عميل يبقى بيبقى اسهل لازم شويه. ال ان ايه في الشبكات لازم تبتديها لو انت زيرو، ال ان بي مور سكيورتي اكتر تمام، حاجات تبقى اعلى ومور ادفانس كمان تمام. فانت لما بتاخد الحاجه الكور غير لما بتاخد الحاجه الادفانس، يعني تاخد الحاجه اللي عايز اقولها بطريقه ازاي، لما بتبتدي الحاجه في البدايات غير لما بتكون مطور نفسك فيها او تاخدها بكميه اكبر اللي هو ده اكيد. الادفانس تمام. ففي عميل بيبقى جاي زيرو في الشبكات، فده بدخله ان ايه، لا مش زيرو بقى وعنده الخلفيه، بدخله ان بي تمام. طب ايه الفرق بقى بين ان ايه وان بي؟ ان ايه هقول لك حاجه، ان ايه مش عايزين نقول بتعدل الاخطاء، بس بتبقى مور سكيورتي اكتر في الان بي، يعني مثلا الان ايه عندها مثلا مشكله في السكيورتي شويه، لا الان بي بتعدل اكتر وبتصلح اكتر الاخطاء اللي في ان ايه، وكمان بتعمل مور سكيورتي ليها كحمايه اكتر ليها، بتطور يعني بتطور من ان ايه شويه. وعايز اقول لك اصلا في معلومه ان الشبكات سيسكو واقفه دلوقتي كورسات في بتاعت سيسكو، وعشان خاطر في تطوير ليها في شهر 2 على ما اعتقد 14 او 15 2، ففي اصلا ممكن نظام جديد ينزل اصلا جديد لسه محدش عارفه لا في في الشبكات، تطور في المجال ده بالذات، التطور ما شغال بيقفش مستمر ما ما بيقفش بيقفش فعلا. ما بيقفش خالص. طب في مجال عندكم محدد يعني عليه اقبال اكتر في الشركة عندكم؟ في اقبال على مجال معين او حاجة معينة؟ برمجة، شبكات، جرافيك، ايه اكتر حاجة عليها اقبال عندكم؟ هقول لك زي ما قلت لك، البرمجه، الجرافيك بجميع انواعه بقى، سواء الفيديو او الويب ديزاين او كده، الشبكات برضو على اقبال كبير جدا تمام. وعايز اقول لك في كورسات تانية ما جبتش سيرتها، مثلا زي احنا عندنا اتش ار، يعني كورس اتش ار ده مطلوب جدا. اتش ار ده اصلا انت عايز اقول لك احنا مفهومنا اتش ار
انا لما دخلت المجال مفهوم الاتش ار، لا احنا فاكرين الاتش ار ده مجرد موظف كده في الشركه بنعمل معاه ميتنج، لا على فكره الاتش ار ده هو اللي بيمسك، اعتبر هو اللي بيدير اصلا مش يعني، اداره، ده مش هو مش اداره بس هو يعني. هيكله الشركه كلها، كلمه هيكله فعلا في ايد الاتش ار، هو اللي بيحدد المقابله مع الموظف يعني، اول ما الموظف بيجي هو اللي هو اللي بيعمل معاه المقابله، هو اللي بيقبل وبيرفض، هو اللي بيعينه، هو اللي بيحدد مرتبه، هو اللي بيحدد ترقياته، هو اللي بينزل عليه الجزاءات. لا انا مش عايز اخش مجال، بس يعني اتش ار ده طلع مجال كبير قوي. في كورس مثلا زي كورسات تانية مثلا زي ديجيتال ماركتنج، الديجيتال ماركتنج ده برضو من الكورسات المطلوبه جدا، انك انت ازاي اصلا تعرف تسوق المنتج بتاعك على النت، انك انت اصلا تعرف يعني ايه السوشيال ميديا اصلا عن طريق تسويق المنتج بتاعك على النت، ازاي يخليك تساعد نفسك انك انت تعمل حاجه عندنا اسمها البحث السريع، ان يعني انت مثلا ما تخش على جوجل وتكتب مثلا شركه مثلا زي عاش الشباب مثلا، يطلع لك على طول في اسمه سرعه البحث، كل ده احنا بناخده تمام. فمن غير ما نخش تفاصيل بقى الكورس يعني، لا في كورسات كتير بيبقى عليها اقبال، بس بترجع للعميل عايز ايه، العميل نفسه عايز ايه، هل محدد هو جاي عايز بالعميل يطور عايز نفسه ده، في ايه او لا؟ عايز في مجاله او عايز يطور من نفسه. في ناس بتبقى عايزه تطور من نفسها، وفي ناس عايزه تبتدي لسه. طب ايه الشهادات اللي بتقدمها الشركة عندكم؟ والله احنا انا ممكن اقول لك احنا اللي بيميزنا عن الشركات التانية ان احنا اولا احنا معتمدين، احنا شركة ياد شركة معتمدة، احنا معتمدين من كذا شركة، ما ينفعش طبعا اقول اساميهم، بس يعني احنا معتمدين من 7 شركات دولية تمام، واحنا معانا شهادة الايزو تمام. وغير اللي احنا كمان احنا عندنا شهادة حضور، احنا عندنا شهادة بتطلع اسمها شهادة حضور. يعني ايش حضور؟ يعني انت لازم عدد ساعات معينة لازم تحضرها، وده نظام التعليم دلوقتي بقى المفروض انك انت لازم تحضر. يعني ما ينفعش مثلا احنا عندنا مثلا سي كورس مثلا زي مثلا ايس ديلي مثلا، احنا عندنا كورسات ايس ديلي 72 ساعه، ما ينفعش مثلا تحضر اقل من 75% من عدد الساعات، والغياب بتاعك بتعوضه عشان تاخد عدد ساعات معينه تطلع تاخد بيها الشهاده عشان تاخد الاعتمادات بتاعتنا. لو انا ما اخدتش الساعات لا لازم الايام تعوضها، المحدده دي لازم تعوضها، لازم لازم ما تعوضها. اخدش شهادة الا بيها. لازم. طب هل بيبقى في مثلا قبل ما اخد الشهاده بيبقى الشهاده باخدها بنسبه مثلا نسبتي كذا في المجال ده او كده ولا انا لا لا انت الشهاده؟ ما دام حضرت وعملت المشروع بتاعك، لو في حاجه عندنا مشروع التخرج عشان تاخد الشهاده، ما دام عملت حضرت الكورس وعملت مشروع التخرج بتاعك بتاخد شهادتك عادي. لكن في حوار مثلا انا بعد ما خلصت عايز مثلا اعرف انا وصلت لحد فين، اعرف ازاي يعني وصلت لحد يعني؟ ايه؟ انا مثلا دلوقتي في الكورس واخدت الكورس وتمام، تمام. انا عايز في مثلا اختبار او في حاجه معينه انت في الكورس بتعمل فتره تدريب، يعني طول ما انت فتره الكورس نفسه في فتره تدريب، فانت طول ما انت فتره التدريب بتاعتك مع الكورس شغال بيبقى في فتره تدريب، فانت اصلا بتخلص الكورس لما بيكون الانستراكتور نفسه عمل لك تدريب وانت عملت المشروع. اصل انت معنى انت قدمت مشروع يعني ايه؟ يعني انت خلاص وصلت ان الماده العلميه نفسها وصلت لك، فعلى اساسه طبقته على المشروع بتاعك. طيب اسمح احنا لنا. كمان عندنا المشاريع نفسها، يعني المشروع اللي بيبقى عامل مشروع كويس بيتعرض عندنا وبيتعرض على العملاء كمان وبنزله على الويب سايت اكيد عندنا. حاجه بتبقى حاجه كويسه ليكم انتوا. طب لو عايزين نصيحه اخيره للي عايز يبدا في مجال البرمجه. نصيحه اخيره، انا بنصح طبعا الشباب كلها يعني عامه، اي شاب بيتخرج لازم تطور من نفسك حتى لو مش في مجالك. يعني في ناس تقول لك انا خريج مثلا تجاره ايه اللي هيخليني اخد برمجه، لا انت على فكره كل الكورسات اللي عندنا انت ممكن تاخدها من الاول الانجليزي، سواء زي ما قلنا انجليزي، برمجه، شبكات، هندسه، جرافيك، مجالات متعددة زي فانت ممكن تيجي تطور من نفسك، ما توقفش، استمر تطور من نفسك، لان طول ما انت بتطور من نفسك طول ما انت هتعرف ترقي نفسك في مجالات كتير جدا في مجالات العمل، لان احنا اصلا دلوقتي في مجال تكنولوجيا المعلومات. تمام. شكرا جدا استاذ محمد، شرفتنا النهارده والله ونورتنا النهارده في عاش الشباب، بنشكرك جدا وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ان شاء عشان الله، نفيد الشباب ونفيد نفيد مصر كلها ان اكيد. شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد الشريف، شكرا. شكرا لحضراتكم، انتظرونا في حلقات جايه كتير، وان شاء الله المنشد برضه هيكون معانا الفقره الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع القادم، انتظرونا.